اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام اينما كنتم في حلقه جديده من برنامج اهل المدينه، نناقش فيها مجموعه من القضايا ونحكي فيها حكايات المدينه ونطرح فيها شخصيات لها بصمه في الابداع، فاهلا ومرحبا بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقه كليات المجتمع في اليمن، تزايد الاقبال وضعف المخرجات، مهرجان التراث الشعبي سفر إلى عمق التاريخ، شوق السقاف ناشط مجتمعي يناهض العنف في عدن. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في أولى فقراتنا جولة إخبارية سريعة نناقش فيها أهم ما حدث خلال الأسبوع. أقر مجلس القضاء الأعلى بالعاصمة المؤقتة عدن حركة تنقلات جديدة في القضاء العسكري بشقيه النيابات والمحاكم، تمهيدا لإحالتها لرئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري. حركة التنقلات تأتي ضمن جهود السلطة القضائية الهادفة إلى تعزيز الثقة بين المواطن وأجهزة العدالة في إطار دولة النظام والقانون. تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة البيضاء مساعدات طبية من الصندوق الكويتي لإعانة المرضى في العاصمة المؤقتة عدن. المساعدات قدرت بنحو طنين من الأدوية وشملت محاليل وريدية وأدوية أطفال ومضادات حيوية وإسعافات أولية. كلية المجتمع وعلى الرغم من الخدمات التعليمية التي تقدمها إلا أن الكثير من الصعوبات والعراقيل لا تزال تقف أمامها. كليات المجتمع في اليمن وعلى الرغم من نوعية التعليم الجامعي الذي تقدمه إلا أنها لا زالت تفتقر للكثير من المقومات الأساسية في ظل الإقبال المتزايد عليها، الأمر الذي يجعلها عاجزة عن الإيفاء بمتطلباتها. الأدوات والمستلزمات ليست كافية بشكل كامل عشان يتخرج الطالب عنده خبرة كافية بمجال الشبكات، وإنما نقول أخذنا ببعض التطبيق يعني أكثره كان مش هاردوير تطبيقياً يعني كأجهزة، وإنما سيموليشن بعض البرامج الفي ام وير وبكتراسر وإلى آخره. عندنا نقص في المختبرات وكذلك في تطبيق النزول الميداني، نحن نطبق نزول ميداني وإنما بما أنه تخصصنا أكثر تقني يواكب العصر فلا بد ان احنا ننزل شركات ونطبق. في نقص في بعض المختبرات، في نقص في بعض الامور اللي تحتاج انه بالفعل عشان يقدروا يكون عندهم مهاره عمليه. نحاول مشروع جديد لسه له 3 أو 4 سنوات، فنحاول قدر المستطاع ان نوفر الامور، بس في صعوبات تواجهها. نحاول قدر المستطاع نضعف ضرب البلد الان بعد الحرب، فامور كثيره مش قادرين نوفرها. مناهج التعليم في كليات المجتمع تعتمد على اللغة الإنجليزية وتخصصاتها العلمية تواكب إلى حد كبير متطلبات السوق المحلية، إلا أن شحة الإمكانات وضعف الموازنة التشغيلية حال دون الوصول إلى الأهداف المنشودة. نواجه عجز الموازنة، الموازنة طبعاً الآن معانا 25% من الموازنة، يعني مشاكل مالية كثيرة جداً بالنسبة إيش للكلية تعانيها من أكثر من جانب. المشكلة الثانية أيضا نحن عندنا الآن معانا المناهج تعتبر يعني قديمة جدا ولم يتم مراجعتها من بداية الدفعات الأولى حتى هذه اللحظة. في هناك نقول إهمال، وهذا الإهمال بسبب بعض المعوقات مثل الموارد المالية التي سببتها انقطاع الدعم المنظمة في بعد الحرب مباشرة. فهنا كان في نقص في المدرسين، نقص في أدوات تطبيق، نقص في الموارد المالية والأنشطة الطلابية. المكتبة كانت في مرحلة من المراحل تعتبر إنجاز كبير في كلية المجتمع، ولكن فيما بعد خاصة في ما بعد الحرب الحاصلة نواجه الكثير من الصعاب، من ضمنها توقف عملية الدوريات، الصحف كانت حتى موجودة وتوقفت بالخالص، ما فيش أي إضافات في الكتب لأن الموازنة توقفت، إضافة لما نعاني نحن في المكتبة من حرارة الجو، وهذا يؤثر على الكتب ويؤثر على الصحف والمجلات لأن تعطي مادة المواد القرطاسية والمداد الحبر يتفاعل. تفتقر كلية المجتمع للكوادر المتخصصة في مجالات مختلفة وتستعيض عن ذلك بمتعاقدين، الأمر الذي يؤثر سلبا على مستوى التحصيل العلمي وجودة المخرجات.
لأنه ندرس كثير من الأشياء يتطلبها أو مطلوبة بسوق العمل، مثل التخطيط الاستراتيجي، كيف تعرف نقاط قوتك وضعفك في المنظمة، وكيف تتخذ قراراتك بشكل سليم. الهدف من مشروع التعليم التقني العالي هو إرفاد السوق بخريجين لهم القدرة على العمل في السوق مباشرة من غير أي تأهيل. بالتالي احنا مهتم في المشروع هنا انه نعطيهم هذه الخبرات. احنا عندنا مشكلة في بعض المواد، يعني في عندنا مشكلة في سوق العمل الآن شوية بعيد عن مخرجات الجامعة بشكل عام، عن مخرجات التعليم بشكل عام. فتلاحظ في فرق كبير بين المخرجات وبين سوق العمل، عشان كده دائما نلاحظ مشكلة ان الطلاب ما يشتغلوش مباشرة في تخصصاتهم. فلابد من تأهيل، لابد من حاجات كثيرة. فنحن نحاول عندنا هنا بالضبط انه نعطي بالضبط ما يحتاجه السوق. تدني مستوى الطلاب بسبب المخرجات من الثانوية العامة. المخرجات الآن من الثانوية العامة ضعيفة جدا، تصل إلى الكلية، وذلك بسبب حالات الغش المنتشرة في المدارس. الحاجة الوطنية الملحة استدعت وجود هذا النوع من التعليم الجامعي قبل ما ينف عن عقد ونصف من الزمن لتلبية احتياجات سوق العمل، لكنها تظل بحاجة دائمة إلى التحديث والتطوير لضمان الحصول على تعليم نوعي. المكتبة في الوقت الحاضر تلبي ما يقارب 50% من احتياجات الطلاب، أما 50% الأخرى اللي هي مع عملية الدوريات، متابعة كل جديد في الدوريات، متابعة كل جديد في الإنترنت، المكتبة تفتقد إلى المكتبة الإلكترونية واتصالها بدور النشر وإعطاء كل ما هو جديد، وهذا غير متوفر عندنا في الوقت الحاضر. عملية تحديث المناهج تقتضي عمل ورش عمل أولاً لمراجعة المناهج الحالية واقتراح تصور لما يمكن عمله داخل القسم نفسه، فيعملوا تصور أولي. هذا يحتاج إلى ورشة أولية. ثانياً نحتاج إلى خبراء نستضيفهم من خارج الكلية، نستعين بهم استعانة على أساس يتم بعد ذلك عمل التقييم، تقييم التصور الذي قدمه رئيس القسم بالنسبة لإعادة المنهج، ثم توصيفه. يحتاج برضو كمان إلى جهد، وهذا طبعا يحتاج إلى مبالغ مالية. إحنا نعاني من هذا معاناة كبيرة جدا. الدكتور عبد الله صالح الحاج، رئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع اليمنية، اهلا ومرحبا بك اليوم معنا في هذا اللقاء. بدايه دكتور، لو تعطينا نبذة عن طبيعه الخدمه او التعليم الذي تقدمه كليات المجتمع للطلبه، ومنذ متى هذه الكليات تدرس؟ في البدايه اسمحوا لي ان اتقدم جزيل الشكر لاداره قناه بلقيس على اهتمامها الجبير في المؤسسات التعليميه، وكذلك اتقدم جزيل الشكر والتقدير للطاقم البرنامج على قبولكم، وانت كذلك ساره. كليات المجتمع اليمنية هي طفرة كانت حصلت في الوطن العربي، أجت هذه التجربة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث توجد الولايات المتحدة الأمريكية حدود 1378 كلية المجتمع. هذه الكليات انتقلت إلى الوطن العربي بدعم من أمريكا، وتوجد في الوطن العربي في اليمن وفلسطين والأردن والمغرب، بتسميتها الصحيحة كليات المجتمع. أما بقية الدول العربية موجودة في تحت مسمى كلية التقانة. كلية المجتمع هدفها الأساسي هي تخريج كوادر وسطية قادرة أن تلبي احتياجات السوق، حيث تتمكن من أهدافها أيضا أن كلية المجتمع الجانب التطبيقي عندها 80 تطبيق و 20% الجانب النظري. كليات المجتمع من أهدافها هي أن تنتشر في جميع المحافظات الجمهورية، وخاصة التركيز في عملية الأرياف، لأن كليات المجتمع هي التي تحدث تنمية مستدامة في هذه الأرياف، وتحصل على انتعاش هذه المناطق الريفية من خلال وجود هذه الكليات التي تخرج دبلوم عالي تقني أو بمختلف أحيانا مختلف التخصصات. أتت هذه كليات المجتمع لتلبية احتياجات السوق من خلال دراسة قام بها البنك الدولي، وأول ما بدأت كلية المجتمع هي كلية المجتمع صنعاء ثم كلية المجتمع عدن. كم عددها اليوم في مختلف نواحي محافظات الجمهورية اليمنية؟ نحن نعمل على انتشار كلية المجتمع في جميع محافظات الجمهورية، تحقيقا للأهداف التي رسمت من قبل الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع. الآن عددها الفعلية التي تمارس النشاط التعليمي هي 19 كلية في جميع المحافظات،
وآخر كلية المجتمع هي كلية المجتمع لاحق المضاربة الذي تم إنشائها بقرار جمهوري رقم 52/2017. هذا جاء دعم كبير جدا من معالي نائب الوزير التعليم الفني والتدريب المهني الأستاذ عبد ربه غانم المحولي، ودعم سخي من دولة رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر. والأول مرة تنشأ كلية المجتمع بهذه السرعة وبالإمكانات الكبيرة الموجودة الآن، وبموازنة إسعافية سخية من دولة رئيس مجلس الوزراء. نعم. وثلاث كليات قيد الإنشاء هي كلية المجتمع صعدة، كلية المجتمع المهرة، وكلية المجتمع شبوة، وقد صدر فيهم قرارات جمهورية، والآن رحنا بصدد تجهيز كلية المجتمع شبوة. ما الفرق بينها وبين المعاهد التقنية والفنية؟ كليات المجتمع اليمنية قامت على نظام تعليمي متميز يلبي احتياجات السوق ويعتمد على نظام الساعات المعتمدة. المعاهد، بعض المعاهد تعتمد على نظام الحصص، وهنا الفرق أن كليات المجتمع نظام أكاديمي متميز. المعاهد سنتين تقوم أغلبها على نظام الحصص وجانب التكنيكال مهني موجود. على سبيل المثال كليات المجتمع فيها جميع التخصصات بدون استثناء، لكن المعاهد التقنية ما يوجد فيها إلا الجوانب التقنية، لكن الجوانب مثلا الصحية مش موجودة. لكن كليات المجتمع يعني تحصل بكل كلية المجتمع فيها دائرة العلوم الطبية، يعني تقصد أنها أكثر شمولية وتوسع، وتختلف في النظام التعليمي الأكاديمي من كليات المجتمع على المعاهد. نعم دكتور، ذكرتم بأن أحد الأهداف يعني أو الهدف الأكبر بأنه تلبي احتياجات سوق العمل هذه كلية المجتمع عندما تم افتتاحها في الجمهورية اليمنية، وكذلك التركيز على الريف، المناطق الريفية في اليمن. اليوم هل حققتم تلك الأهداف المرجوة من افتتاح كلية المجتمع؟ دائما رحنا نعرف الهدف هو النتيجة المرغوبة تحقيقها في المستقبل، لذلك رحنا يعني أنجزنا حدود 80% من تحقيق تلك الأهداف، وهو أولا انتشار كلية المجتمع في الأرياف اليمنية وفي جميع المحافظات الجمهورية. الآن كلية المجتمع منتشرة في جميع المحافظات الجمهورية، تلبية وتحقيق الأهداف. أهداف الجهاز التنفيذي كثر في عملية تحقيقها. الآن على سبيل المثال كلية المجتمع يافع، الآن معالي وزير نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني أعلن ثورة التعليم التقني العالي في كلية المجتمع اليمنية، وتلبية لاحتياجات السوق في يافع. الآن بإذن الله قمنا بالدراسة ميدانية ونزول ميداني إلى يافع المفلحي، وثم بنقوم بإنشاء كلية المجتمع المفلحي نتيجة لتلبية احتياجات السوق، ومن خلال دراسة علمية قام فيها الجهاز لتنفيذ تلك المهمة. نعم، تقدمون يعني خدمات كبيرة للتعليم، وكذلك مثل ما ذكرتم بأن أنتم يعني تخصصاتكم مقاربة جدا لمتطلبات سوق العمل. البعض يقول بأن كلية المجتمع هي يعني خطوات السير نحو خصخصة التعليم الجامعي، ومفترض أن التعليم يكون مجاني، كيف تردون على هذا الكلام؟ الثقافة تلعب دور كبير جدا في هذا المجال. إلى هذه اللحظة الثقافة الموجودة في البيئة اليمنية لم تكتمل بخصوص بالنظرة إلى كليات المجتمع. كليات المجتمع هي نموذج تعليمي متميز يهدف إلى تحقيق أهداف للتنمية المستدامة، يهدف إلى تلبية احتياجات السوق بالتخصصات النوعية وبالجودة العالية. التعليم بكليات المجتمع تعليم رحنا نسميه كوست، مكلف، في بتكلفة عالية. يعني أنا أعطيك على سبيل المثال التخصصات التطبيقية، التكييف والتبريد، السيارات، هذه مكلفة. يعني نحن لما نشتين طالب يطبق في السيارات لابد أن نوفر له أقل حاجة 4 سيارات تطبيقية بمختلف الأنواع، هذه مكلفة. لما تجي تقارنها رحنا عملية خصخصة، لما تجي تقارني الرسوم الذي يدفعها الطالب هي بسيطة جدا، من 10,000 إلى 13,000 بالسنة الأولى، وبعدين 5,000 و7,000 في المستوى الثاني والمستوى الثالث. عندما تقارنيها بالكلفة التي تنفقها الكليات
على الطالب بتحصليها كلفة مرتفعة جدا. لذلك هنا الثقافة تلعب دور بكليات المجتمع. حتى كانت قبل كليات المجتمع كليات كانت تبع وزارة التربية والتعليم أول منشأة كليات المجتمع، ثم تحولت إلى التعليم العالي، وعندما تحولت إلى التعليم الفني هنا مدخلات لكليات المجتمع في عملية التنازل. لماذا؟ لأن الثقافة السائدة في المجتمع اليمني وفي البيئة اليمنية أن الكليات، أن وزارة التعليم الفني، المعاهد، أي بمعنى أن ما يدخلها إلا الطلاب إمكاناتهم العلمية ضعيفة وبسيطة، وهنا تكمن المشكلة. معدلات، هذا يقودني إلى سؤال دكتور، معدلات يعني التخرج من الثانوية العامة، يعني كم تحتسبون المعدل للسماح له بدخول، سماح الطلبة بدخول والالتحاق إلى الكلية؟ سبق وأن ذكرت أن كلية المجتمع هو نظام أكاديمي، يطبق النظام بكلية المجتمع زي ما يطبق النظام في جامعة عدن. النظام المعتمد في كلية المجتمع زيه زي ما يعتمد بنظام الجامعي. لذلك عندكم نظام عام وموازي؟ لا، مش عندنا موازي، عندنا الكلفة شوية رفعناها، ما فيش عندنا موازي إلا قبل 3 سنين نتيجة لشحة الموارد، أما الآن ما فيش معنا موازي. لكن في بعض المحافظات الكليات طلبت مننا أن تفتح موازي، لكن بمبالغ إيش بسيطة توفي احتياجات القائمين عليها، لا نسعى إلى أرباح، وإنما توفي أجور المدرسين. أجور المدرسين، إحنا ما نطلب إلا أن نوفي بأجور المدرسين. دكتور، أهم الصعوبات والمعوقات التي تتعرضون لها؟ كليات المجتمع دائما الصعوبات والمعوقات، أول حاجة هي الثقافة المجتمعية، نعاني منها شوية. هذه الثقافة المجتمعية عملنا الدراسة مقارنة بالأردن، جامعة البلقاء، جامعة البلقاء كبيرة جدا، هي عبارة عن كلية مجتمع، هي عبارة عن كلية مجتمع، ثم تطورت وتحولت إلى جامعة، والآن نحن بهذا الصدد. الآن كلية المجتمع عدن فيها بكالوريوس، فيها مشروع هولندي بكالوريوس يطبق ويدرس في جامعة عدن، المشروع الهولندي زي ما يطبق أو يدرس في الجامعات الهولندية. هذا مشروع هولندي مدعوم، لكن الآن انقطع عملية الدعم. لذلك انقطع بسبب الحرب، بسبب الحرب. بسبب الحرب. لذلك أهم صعوبة هي شحة الموارد، والنظام المالي الموجود في اليمن بالموازنة العامة للدولة، متمثلة بالموازنة العامة للدولة، هذه الموازنة ما تنفع للمؤسسات التعليمية. المؤسسات التعليمية عملنا دورات أن المؤسسات التعليمية، جامعات وكليات مجتمع ومعاهد، ينفعها اسمها موازنة برامج. موازنة برامج أي بمعنى يا كلية مجتمع عدن الموازنة حقك هذه، إذا تنقطع علاقتك بالمالية، تصرفي أنت، وفي كنترول، في جهاز رقابي يشرف عليها. لكن الآن توقعي مثلا معنا أجور المدرسين يعطونا 3 مليون، وعندما نشتي نخرجها من صنعاء كان سابقا يحتاج لنا 6 أشهر متابعة. لكن عندما يعطيك الموازنة، موازنة برامج، وتصرفي أنت يعني برشد، إذن في هذه سهل العملية التعليمية. يعني أي معنى أنه عندما يقرر العميد أنه محتاج إلى فتح مختبر كمبيوتر على طول يصرف المبلغ، لكن عندما نشتري هنا أن منظومة التعليم هي متغيرة. يوما بعد آخر. أيوة. لأنه يعني يوجد تطور دائما وكل يوم شيء جديد. ممتاز يعني. جدا، لأن أهداف أصلا كليات المجتمع، كليات المجتمع نوع سامي، بس نشتي بيئة تفهموا هذا النوع من التعليم. يعني كان توقعي أن نبيل خوري القنصل الأمريكي كان كل 3 أشهر يزور كلية مجتمع عدن، لأنه هو كان مشرف ودعمته أمريكا، البنك الدولي. كليات المجتمع ينشأ قسم كان يعتمد على المتعاقدين، ما فيش سياستها سياسة موظفين رسميين دكاترة رسميين، لا، يقول لك هذا السوق، احتياجات السوق، محتاج إلى جرافيك، إذا أفتح جرافيك وجيب متعاقدين يدرسوا فيه، تشبع السوق، أغلق هذا القسم وافتح قسم آخر. في هذا الحالة أنت مش خسران، لأنه معك متعاقدين ممكن تستغني عنهم. يعني إنه كان في مركز قياس لمتابعة متطلبات السوق؟ ها، في كان في 2007. لوحده يحتاج إلى ميزانية خاصة. هذا بعيد عن ميزانية. ميزانية خاصة، هذه كان إحنا نسميها لجنة مسح السوق. كنت أنا رئيس اللجنة، كنا ننزل للمحافظات الجمهورية كامل، وخاصة المحافظات المجاورة، لحق أبيان الضالع، ونرفع باحتياجاتهم إلى العمادة، ونقوم بتغيير تخصصات إذا احتاج تخصصات جديدة، نقوم بتغيير مساقات دراسية، نقوم بتغيير مفردات
احيانا مثلا اغلب الدراسات لما نزلنا المستشفيات المؤسسات الصحيه كان يطلبوا هندسه طبيه، هندسه معدات طبيه، هذا مش موجود. وقمنا بدراسه وتجهيز وكان البنك الدولي بيدعمنا، حصلت الحرب. عرقلت الكثير من المشاريع التي كنا نطمح ان نحققها في كليه المجتمع. دكتور عبد الله، هناك بعض الكليات في الجامعات الحكوميه بدات تفتح او تدرس نفس التخصصات التي تدرسها كليه المجتمع، ما اثر ذلك على كليات المجتمع في نواحي الجمهوريه اليمنيه؟ الان في كليه انا اعطي لك سبيل المثال، الان بوجود الدكتور الخضر الاصور هو رئيس الجامعه، عنده طموح وقادر على ان نخلق معه شراكه في كليه الهندسه، في كليه العلوم الاداريه. بعض الكليات على سبيل الذكر، كليه الهندسه فتحت تخصصات بما يوازي تخصصات كليه المجتمع عدن، لكن التطبيق عندهم صفر. يعني توقعي انه مدرس يبلغون الطلاب، مدرس يكمل المحاضره النظري ويقول لهم للتو اي واحد عنده وساطه يروح يطبق بكليه المجتمع عدن. يعني يفتح التخصصات من اجل ان يفتحوا التخصص، لا يهمهم الجانب التطبيقي. وعندنا الجانب التطبيقي عندنا 28 مختبر في كليات المجتمع عدن، لذلك التخصصات مقدور عندنا. احنا دائما نقول للطلاب اللي يريد ان يتعلم يجي الى كليه المجتمع، ليش الجانب النظري يروح للجامعه. وهنا يعتمد على ماذا؟ على رؤيه الطالب، هل توجد عنده رؤيه واضحه، هل توجد عنده اهداف ورساله يجب ان يوديها. لكن للاسف الشديد الان الطلاب ما حصلوش مرشد او موجه يوجههم نحو التخصص. بتحصل الطالب يقول لك لماذا دخلت هذا التخصص، يقول لك لانه جيراني دخل هذا التخصص او انه صاحبي دخل هذا، ما فيش رؤيه واضحه نحو هذه التخصصات التقنيه. دكتور، في حاله يعني في المستقبل، يعني اذا اصبحت هذه الكليات لديها التعليم النظري والتطبيقي كذلك، هل هذا الامر ممكن ان يضر بكليات المجتمع؟ لا، كليه المجتمع اليمنيه لها أهدافها خاصة. أهدافها هي تحقيق تلبيات احتياجات السوق ومع تطبيق معايير الجودة. عزيزتي من 2011 أنا أكلمك صراحة، من 2011 إلى الآن كلنا إحنا داون، يعني نتيجة لهذه الظروف المأساوية التي حصلت في اليمن ثلاث فبراير وعلى الحرب وغيرها. لكن ما لا يمكن أن تضر في التخصصات التقنية والتكنيكال الموجودة في كليات المجتمع. كليات المجتمع موجودة معنا مثلا قسم التكييف والتبريد، لا يمكن معنا أفضل قسم التكييف والتبريد، أفضل مختبر بالوطن العربي، وهذه شهادة الألمان، لا يمكن أن توفر أي جامعة من الجامعات. عندنا قسم الجرافيك، عندنا أجهزة المكنتوش قيمة الجهاز $3,000، لا يمكن، ما فيش أي مؤسسة تعليمية موجود فيها هذه نوعية الأجهزة إلا بجامعة العلوم والتكنولوجيا مركز الرئيسي صنعاء. الاقتصاد المتدهور وبعد خاصة الحرب، يعني تدهور أوضاع اليمن بشكل عام، مخرجات الكليات إلى أين تذهب؟ مخرجات الآن في معنا دراسة بيقوم فيها الجهاز من أجل معرفة، إحنا في لجان كانت من قبل اسمها لجان خريجين، اسمها شؤون الخريجين، بننزل للسوق ونعرف الخريجين. عندنا مثلا الآن فتحنا بكالوريوس معلم تقني، بكالوريوس معلم تقني هذه المدارس الخاصة 90% من مدرسين المدارس الخاصة هي كلية المجتمع، كلية المجتمع الناشئة تأخذ فيه. عندنا قسم السيارات، عندنا قسم الجرافيك، عندنا التسويق، أكثر الآن سوبر ماركت داخل محافظة عدن بتحصلي قسم التسويق كلية المجتمع متواجد فيه. في بعض التخصصات للأسف تشبع السوق منها، لكن لأن ثقافة الناس، يعني مثلا أعطيك قسم المحاسبة، قسم المحاسبة العدد كبير والسوق تشبع من قسم المحاسبة، لكن تحصل الطلاب مايلين لهذا القسم لأنه عدد فيه يدخل عدد فيه طلاب كثير. لكن قسم التسويق ما حد يدخله شوية، لكن أكثرهم ما يتخرجوا يروحوا يتوظفوا. ما فيش تكامل بين المؤسسات الأكاديمية والوزارات ذات الاختصاص. أنا أعطي لك الآن سبيل على سبيل المثال، عندنا قسم
الفندقة والسياحة من أفضل التخصصات داخل الكلية، لكن من يدخلهم؟ يجيبون الطلاب من اللاجئين الصومال يدخلون، وبعض الطلاب اللي عندهم مفهومية وتحصيلهم الآن موظفين ومرتاحين. عندهم رواتب أفضل من دخلوا تخصصات. لكن إذا وجد تكامل الآن بين كلية المجتمع عدن وبين وزارة السياحة، تمام؟ يعني وزارة السياحة نزلت منشور إن على جميع الفنادق في الجمهورية اليمنية إن لابد أن يكونوا موظفيها لابد من خريجين كليات المجتمع قسم الفندقة أو السياحة أو جامعة عدن إذا وجد التخصص. في هذه الحالة تحصل إن هذا الفنادق ما بيوظفوا إلا من فين؟ إلا من الكليات. إذن في هذه الحالة تحصل الطلاب بيدخلوا هذه التخصص، لكن عدم وجود التكامل بين هذه المؤسسات والوزارات ذات الاختصاص تحصل يعرقل من سير العمل. هذا التخصص بالأردن ما حد كان يدخله، قسم الفندقة والسياحة ما حد كان يدخله، لكن لما تغيرت الثقافة الآن ما يدخله إلا ابناء الدبلوماسيين، لأن الثقافة إيش تغيرت. ولهذا عندنا أول ما أقول له قسم الفندقة يقول لي إيش، أروح فندقة. لكن لما نفهمهم إيش يقصد بإدارة الفندقة والسياحة وبدأ يتفهموا الآن في قبول كبير جدا، وخاصة من العنصر النسائي. دكتور ذكرتم يعني معروف أن كلية المجتمع منتشرة في جميع نواحي الجمهورية اليمنية، وذكرتم كذلك أنكم تستفتحون يعني كلية في صعدة. نحن يعني عرفنا من بعض الأكاديميين بأن في المناطق غير المحررة تم منهجة التعليم خاصة في الحكومات يعني في الجامعات الحكومية. هل ربما تطال هذه المنهج يعني منهجة التعليم في كلية المجتمع كذلك؟ فعلاً الانقلابيين للأسف الشديد لأنه عندهم أهداف أخرى غير الأهداف الذي يعلنوها عبر الوسائل الإعلامية، قاموا بإدخال منهج التربية الوطنية والصراع العربي الإسرائيلي في مناهج كليات المجتمع في المناطق الغير محررة. في هذه الحالة قام الرئيس الجهاز التنفيذي بعمل رسالة بتحميل المسؤولية لعمداء كليات المجتمع إذا تجاوبوا مع هذا الأمر، لأنه هذا يدخل في العقيدة وفي جانب الأخلاقي. نحن نقول دائما أن الحوثة من أسباب تدني الأخلاق هي التلوث العقائدي والتلوث الفكري والتلوث القيمي. يعني يكون التعليم في منأى عن الصراعات السياسية أو العقائدية. أيوة. لكن الآن الحوثة تدخلوا في التعليم وأدخلوا في التلوث العقائدي، أي أنا دخلوا في جانب العقيدة وتعليم الطلاب أشياء ليس لهم علاقة بالخالص، وإنما الحوثة لهم أهداف استراتيجية يسعوا إلى تحقيقها ولا يمكن أن يستطيعوا أن يحققوها إلا عبر التعليم. هذه نحن نقول دائما إذا أردت أن تهدم أمة فعليك بالتعليم، وهم بدأوا بالتعليم لأهداف محسوبة. دكتور ختامنا، هل يوجد منح تمنحونها للطلبة الأوائل، منح دراسية؟ كان قبل 2014 وما قبلها كانت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني تعطي منح للأوائل لكليات المجتمع والمعاهد، فعلا إلى خاصة إلى الكرة الجنوبية إلى لبنان وغيرها، لكن الآن إلى هذه اللحظة توقف كله. نعم. الدكتور عبد الله صالح الحاج رئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع اليمنية، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. شكرا لكم، وأتمنى لقيادة القناة التواصل مع المؤسسات الأكاديمية، وأتقدم بكثير الشكر والتقدير والثناء لطاقم البرنامج على القدوم إلى هذا الصرح العلمي. تبقى مدينة عدن متفردة بتراثها النادر وجمالها الأخاذ. لنتابع حكايتنا لهذه الحلقة. عشر من فبراير تحتضن مدينة عدن مهرجان التراث الشعبي كتقليد سنوي بدأ في العام 2016 عقب تحرير المدينة من ميليشيا الإنقلابيين. فكرة المهرجان ارتبطت بما يسمى عيد الحب الذي يصادف سنوياً الرابع عشر من فبراير شباط،
وهو عيد رأى فيه القائمون على المهرجان مناسبة للتأكيد على الحب والوفاء لمدينة عدن، وإيصال رسالة للعالم مفادها بأن عدن لازالت كما كانت مدينة السلم والتعايش. المهرجان السنوي يهدف إلى إبراز ما تتمتع به عدن كمدينة عالمية من موروث ثقافي وتراث عريق ضاربا في جذور التاريخ. يعد مهرجان عدن ملتقى جماهيري شعبي يعرض التراث بكل آدابه وقيمه ومعارفه الثقافية، ويجسد أهم العادات والتقاليد اليمنية في شمال الوطن وجنوبه. ألم يوجد الأمل، ومن أجواء السياسة إلى فضاء السياحة والمتعة والحنين إلى الماضي، يرسم مهرجان التراث ملامح الوجه الثقافي لمدينة عدن، ويتيح للمبدعين المجال لإظهار الجمال بأعمق معانيه. أركان المهرجان وزواياه حفلت بالعديد من المعارف والفنون الشعبية المتنوعة للموروث الشعبي في شتى مجالات الحياة، متضمنة مقتنيات تراثية نادرة، بالإضافة إلى الأنشطة الفنية والإبداعية التي تسمو بالذائقة وترتقي بالوعي المتقبل لثقافة التنوع والتعدد والاختلاف. حضور الموسيقى والفن المسرحي في مهرجان عدن كان الوجه الآخر للثقافة العدنية التي لطالما كانت رائدة في المجال الفني، ومنحته طبيعة التذوق الجمالي بمختلف صوره وأنماطه لحنا وإيقاعا. على مدى 3 سنوات ومهرجان عدن الثقافي يعمل على تكريس مفاهيم التسامح والسلام بعيدا عن ضغوطات الواقع، لتبقى الثقافة العدنية زاخرة بالعطاء واعدة بالأمل. يحرص مركز عدن للتراث المنظم للمهرجان على تطويره وتوسيع المشاركة فيه، بما يساعد على إبقائه نشاطا ثقافيا تستقي منه الأجيال المعارف وتستلم الموروث الحضاري والتاريخي.
ما أحوج الوطن في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها إلى شبابه. شوقي السقاف الناشط المجتمعي ورئيس مؤسسة القادة الإنسانية وجه المدينة لهذه الحلقة. شوقي عمر علوي السقاف ناشط مجتمعي كرس جل وقته لنشر المحبة والسلام في مدينته عدن التي يرى بأنها أصبحت بحاجة ماسة لهذا النوع من النشاط بما يساعد على تطبيع الحياة فيها. بدأنا باسم مؤسسة القادة للتدريب والتنمية، وبدأنا بنشاطات إنسانية وخيرية، وكانت من بداية نشاطاتنا هي زيارة دار العجز المسنين في فترات العيد. قدمنا لهم الهدايا، قدمنا لهم الملابس، قدمنا لهم المواد الغذائية. ثم تأسست المؤسسة في عام 2013، بدأنا النشاط الرسمي بزيارتنا إلى مستشفى الصداقة قسم الأطفال السرطان، وكانت زيارتنا في العيد برضو بتقديم هدايا لهم ولعاب أطفال وبسكويت حلويات. قمنا بزيارة أخرى لدار المسنين، ثم تدرجت عندنا الأعمال الإنسانية في المؤسسة، وذلك في فترة رمضان كان معنا توزيع التمور، توزيع بعض الملابس للأسر الفقيرة، دخلنا في حملات النظافة مع جمعية البيئة والقانون في أول حملة نظافة كبيرة كانت في عام 2013. ثم عرقنا شوية إلى بعض الأسر اللي هي تعبانة في توفير بعض المستلزمات العلاجات، كانت من فعل خير. أسس مع زملائه مؤسسة إنسانية قبل 5 أعوام، ومن خلالها حرص على تلمس احتياجات الناس في عدن وتوفير بعض متطلبات الحياة. فالعمل الإنساني كما يقول كان وما زال همه الأول ونشاطه الأجمل. جاءت الحرب وصار اللي صار اللي في الحرب، كثرت الأسر الفقيرة، كثرت يعني المجاعة عند الناس، كثرت حاجة الناس للتعاون. لازلنا في وضع حرب، وإن قلنا أنه 3/4 اليمن محرر كمساحة، لكن كسكان 3/4 سكان هم تحت سيطرة الحوثيين الجماعة الإنقلابية. كذلك المناطق المحررة بحاجة إلى إغاثة. لماذا؟ لانقطاع الرواتب. لماذا؟ لانقطاع أعمال الناس. كثيرين يعني بعد الحرب فقدوا كثير من أعمالهم، فقدوا كثير من مصادر الدخل. بالنسبة للموظفين يعني مرتباتهم تأتي خلال 3 أشهر، خلال 4 أشهر. يرى شوقي السقاف بأن ثمة مفهوم خاطئ عن المؤسسات الخيرية، فدورها لا يقتصر فقط على توزيع مساعدات على المحتاجين، بل تلعب دورا مجتمعيا مهما باعتبارها شريكة في تحقيق التنمية المستدامة. كثير من الأعمال تحتاج إلى من يدعمها، لأنه هناك في سوء فهم لمنظمات المجتمع المدني. البعض بيفهم منظمات المجتمع المدني هي مؤسسات خيرية، هي مؤسسات للشحت، هي مؤسسات للدعم. هي مؤسسات مجتمعية، هي منظمات المجتمع المدني، هي شريك للدولة، شريك في التنمية، شريك في الإعمار، شريك في التنمية، شريك في التطوير. لابد أن يفهم المجتمع هذا، لابد أن يفهم المسؤولين هذا الشيء. الدولة لابد أن تقدم دعم لمنظمات المجتمع المدني. نلاحظ أن الدولة عاجزة جداً عن تقديم الدعم. يشغل شوقي السقاف منصب القائم بعمل ائتلاف أبناء عدن للإغاثة والتنمية ورئيس المتابعة والتقييم في اللجنة العليا للإغاثة، غير أنه لا يبدو راضياً عن إدارة ملف الإغاثة الإنسانية في المناطق المحررة وما قد يترتب على ذلك من عدم وصول المساعدات لمستحقيها. هناك الناس لهم أجندات خاصة، لهم أمور خاصة تقريباً في توزيع الإغاثة. مبالغ الإغاثة أو قيمة الإغاثة اللي وصل إلى اليمن تكاد تغطي اليمن، مواطنين اليمن بزيادة. هناك منظمات تستلم إغاثة ومنظمات لا تستلم، هناك ناس تستلم إغاثة وهناك ناس ما تستلم، بل هناك ناس تستلم الإغاثة من مرتين لثلاث مرات. العامل الوحيد نحن من خلال عملنا في المتابعة والتقييم في اللجنة العليا للإغاثة قدمنا تصور، قدمنا مقترح، ولكن لا مجيب. قدمنا بطاقة كنموذج تصرف لكل شخص مواطن داخل الجمهورية اليمنية، تحتوي على بيانات خاصة فيه، بيانات خاصة في أسرته،
البطاقة فيها تسلسل عام واضح للعيان، وفي تسلسل آخر تختص في لجنة الإغاثة اللي هو بيحتوي على رقم داخلي وبيحتوي على رقم عداد المنزل. لشوق السقاف الكثير من الأنشطة المجتمعية التي يناهض من خلالها العنف وأفكاره السلبية، وهو يعمل جاهدا لنشر هذا الفكر وتعميقه في كيان المجتمع المدني الذي لا يزال متأثرا بتداعيات الحرب والدمار. عندنا تصور لإنشاء لجان مجتمعية، حراسات مجتمعية تخدم الأمن، تخدم الإدارة، تخدم الاقتصاد، تخدم التخطيط. لما أنت يعني نستفيد من الشباب اللي جالسين في الشوارع هذول، اللي بيسهروا، اللي بيخزنوا، اللي بيجلسوا، ما فيش مشكلة. إذا نستفيد منهم، نستثمرهم، نستثمر طاقتهم، نستثمرها في تشكيل لجان حراسات أمنية للحارات الشعبية، على اعتبار أنه بيحافظوا على الحي نفسه، أبناء الحي أنفسهم. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل وإلى اللقاء.